السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، بنلتقي اليوم هنستعرض فيه الأفكار اللي وردت فيه أساينمنت فيه مع بعض إن شاء الله. تعالوا نبص كده على السؤال الأولاني، بيقول إيه؟ Reduce the given instance of L language of MBCB to L of PCB given S equal 10 and 101 01 and 110 111 and 0. طيب احنا دلوقتي عايزين نحول يا شباب من ام بي سي بي لبي سي بي، ايه الطريقه المستخدمه؟ الجزء الاولاني من السترينج بنحط بعد كل بيت بنحط الاستريكس، احنا عارفين ودرسنا مع بعض. والجزء الثاني من السترينج بنحط قبل كل بيت بنحط استريكس. فبالتالي ما يقابل الجزئية دي هو زي ما احنا شايفين 1 asterisk 0 asterisk. ده بالنسبة لايه؟ التحويل بتاع ال 1 وال 0. يبقى 1 0 يتحول ازاي؟ ها ايوه، هنحط 1 وبعديها الاسترسك ثم 0 وبعديها الاسترسك. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بيتحول ازاي؟ اللي هو 101. ها يعني نكتبها هنا تحت 101. الجزء الثاني بيتحول ازاي؟ بنحط الاسترسك قبل البت، يعني تبقى asterisk 1 ها asterisk 0 asterisk 1. ده اللي احنا كتبناه هنا كده. يبقى اذا ده طريقه الايه؟ التحويل زي ما احنا درسناها مع بعض. الاسترisk بنحدد بس فين موقعها، وده بيبقى التحويل ما بين الام بي سي بي والايه؟ والبي سي بي. طب تعالوا نشوف كمان السطر الثاني مع بعض، واسيبكم انتوا تعملوا السطر الثاني. 01 هتتحول ازاي؟ ايوه 0 asterisk 1 asterisk، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني قلنا بنحط الاسترisk الاول اهي asterisk 1 asterisk 1 asterisk 0. يبقى كده حولنا الجزئين. اسيبكم انتوا بقى بنفس الطريقه تقدروا تحولوا الجزء الثالث ونكتبه هنا. كده خلاص انتهينا من التحويل الثلاث اجزاء دول. ايه تاني فاضل في الريدكشن بتاع الام بي سي بي لبي سي بي؟ ايوه، بتحط الايه؟ الاندر ده اللي هو علامه الدولار ساين واستريكس دولار ساين. وايه تاني؟ بنحط حاجه سبيشال، بمعنى اللي احنا نجيب الانبوت الاولاني من هنا تمام نكتبه هنا، ولكن نحط قبليه ايه؟ نجمه، نحط قبليه الستار الاولانيه. لاحظ ان ده هو ده، كل اللي بيفرق اللي احنا بنحط ستار قبل الايه؟ قبل الايه؟ مجموعه البيتس دي. بس ده كل طريقه الايه؟ التحويل من الام بي سي بي للايه؟ للبي سي. السؤال الثاني بيقول explain by your own words the concept of knapsack problem and how it is typically formulated. النابساك بروبلم دي احد البروبلمز، الان بي بروبلم زي ما احنا درسنا، عباره عن ايه او بتتكلم عن ايه؟ if it determine if it's possible to divide، اللي احنا نقسم set of a positive integers، عندي مجموعه من الانتجرز i1 i2 وهكذا لحد in زي ما مكتوب كده into two sets with equal sums، او عايز اقسمهم مجموعتين بشرط كل مجموعه السم بتاع الانتجرز دي يساوي السم بتاع المجموعه الثانيه. البروبلم دي يا شباب بتتحل بحاجه اسمها دايناميك بروجرامينج، دايناميك بروجرامينج الجوريزم. يبقى زي الحاجات درسناها قبل كده بتتحل بالدايناميك بروجرامينج زي سي واي كي شفناه قبل كده، بيبقى عباره عن تيبل بنبتدي نحطه وتبتدي كل مرحله تديني الريزلت بتاع الايه؟ المرحله اللي بعديها لحد ما بوصل للحل. دي الجوريزم اسمه الدايناميك بروجرامينج، يقدر يحل مشكله زي دي. طيب دي تعتبر يا شباب برضو بنسميها اوبتمايزيشن بروبلم، اوبتمايزيشن بروبلم. وطبعا هي مش بس المساله دي اللي انا اقسم مجموعتين لمجموعه متساويه من الصمز هنا وهنا، لا ده في مجموعه كبيره من النابساك بروبلمز يعني متشابهه مع هذا الكلام. طيب الدايناميك بروجرامينج الجوريزم ازاي بيشتغل؟ هنوصفه. بنقول اللي احنا الاول بنكرييت التيبل اللي هو عباره عن 2 دي اري، يعني بعمل
حاجة زي كده تيبل بتاعي. بعد كده then for each integer from 1 to n and for each possible sum from 0 to total sum of all integers you update the table. طبعا قلنا القيم بتاعة التيبلز دي بتحصل لها update كل خطوة، زي بعمل iteration لكل خطوة بحيث ان انا بنتقل من صف لصف فابتدي احسن الريزلت بتاعتي لحد ما بوصل للنتيجه اللي انا عاوزها. ده ملخص الشغل بتاع الدايناميك بروجرامنج، والا طبعا هو ليه شرح مطول اكتر من كده، ولكن ده ملخصه. فده احد الالجوريزمز اللي انا بستخدمها في حل هذه المشكله، في ان انا ايجاد مجموعه او ايجاد المجموعه او التقسيم، اعمل بارتيشننج للمجموعه دي المجموعتين، كل مجموعه ليها نفس السمشن. في الاخر خالص اخر الاتريشنز اللي بتحصل في الجدول بتاع الدايناميك بروجرامنج بيحصل تشيك there is sum that is equal to half of the total sum. اللي انا قدرت اجيب مجموعه عباره عن نص الايه؟ نص المجموعه الاجماليه، وبالتالي كده بقى قدرت اقسم مجموعتين، مجموعه فيها sum مثلا S1 والثانيه sum S2 بحيث ان S1 equal to S2. طيب الالجوريزم ده يا شباب بيشتغل has polynomial time complexity specially O in في sum n represents the number of integers، عدد ال integers اللي انا هشتغل عليها، and sum represents the total sum of all the integers. ده البيج O بتاعت المشكلة دي. أنا ستارت كويتشن 3 بيقول لي بيتكلم على راندمايزد تورنج ماشين، دي طبعا زي ما احنا درسناها عباره عن ثيوريتيكال موديل للكمبيوتيشن، هي تعتبر امتداد او اكستندد للكلاسيكال تورنج ماشين، بان انا دخلت فيه حته الايه الراندوم، بشتغل هنا على راندوم في اوبريشن راندوم. الراندمايزد تورنج ماشين عايزين نتكلم على نشرحها، عايزين نتكلم على التيبس المستخدمه فيها وانواعها، عايزين نتكلم على الترانزيشن فانكشن رولز اللي هي بتشتغل بيها، ونعطي بعض الايه؟ بعض الاكزامبلز. فهنا اتكلمنا يا شباب ان راندمايز الار تي ام او راندمايز تورنج ماشين، اتفقنا ان هي ثيوريتيكال كومبيتيشن موديل، وان هي بتكستند خلاص قلنا زي ما اتفقنا التورنج ماشين اللي هي الكلاسيك. ولكن بتفرق شويه ان انا دخلت فيه حته ايه؟ نون ديترمنايزيشن. يعني ايه؟ انا كل ممكن مع الانبوت الواحد اروح اكتر من مكان، مش كده؟ غير الراندم. راندم يعني انا بختار حاجات راندمايز بتحدد لي يا ترى هتحرك يمين ولا يسار، يا ترى الستيتس اللي هروحها هتكون فين. فده كله بيختار ايه؟ راندوم. ده مناسب لبعض الايه؟ بعض المسائل اللي بتتحل بهذا الاسلوب زي الساد بروبلم على سبيل المثال. تعالوا نشرح كده ونتعمق شويه في الشرح بتاع راندمايز تورنج ماشين. فيها طبعا تيبس لايك الستاندرد ماشين، ولكن اند اوبريتس اون انفاينايت تيب ديفايدد انتو ديسكريت سيلز. طبعا متقسم زي ما احنا عارفين التيب بتاعنا لمجموعه من السيلز. Each cell contains symbols form a finite alphabet. طبعا هنا بتبتدي احط ايه السيمبلز اللي انا ايه بستخدمها. ممكن مسموح طبعا بالبلانك سيمبل، ساعات برمز له بي وبعض الكتب بترمز له بالرمز ده. لكن انا هي طال عندي تيب واحد ولا اكتر؟ لا، هنشوف بقى التيبس اللي موجوده في الار تي ام. اولا في حاجه اسمها عندي الانبوت تيب. الانبوت تيب الانبوت تيب ريد اونلي تيب، ريد اونلي تيب يعني الار تي ام ما بتعملوش موديفيكيشن، ما بتقدرش تعمل عليه موديفيكيشن. الانبوت ده يعتبر الانبوت بالنسبه لي للايه؟ الار تي ام. يبقى الانبوت بيتحط على فين؟ على تيب. التيب ده اسمه ايه؟ انبوت تيب. طيب في تاني حاجه ورك تيبس. يبقى غير الانبوت في عندي تاني ايه؟ ورك تيبس. الار تي ام may have one or more، ممكن يبقى عندها واحد او اكتر من ايه؟ من التيبس دي.
اللي بيتم عليها موضوع ليه الكمبيوتيشن. يبقى الكمبيوتيشن بيتم على مجموعه من التيبس واحد او اكتر، دي اللي احنا بنقول عليها الايه الورك تيبس. دي طبعا اقدر اقرا واكتب فيها، دي ريد رايت، اللي فات كان ايه كان ريد بس. allowing RTM to pause read and ايه write during operation. طبعا انا اثناء ما انا بعمل كومبيتيشن بحتاج ان انا اقرا وان انا ايه اكتب على التيب. طيب طبعا زي اي تورنج ماشين ليها هيد، مش كده؟ الهيد similar to standard تورنج ماشين RTM has one or more head، ممكن يبقى ليها ها هيد او ايه او اكتر، بحيث ان انا ابتدي اقرا او اعمل ريد او رايت باستخدام الايه الهيد دي. طبعا الهيدز اقدر ان انا اعمل موف ليها اما ليفت او اما رايت زي ما احنا اتعلمنا. طيب كل ده تمام. بعد كده طب يا ترى الترانزيشن فانكشن بتشتغل ازاي؟ هل يا ترى بتشتغل زي الستاندرد تورنج ماشين ولا فيها اختلاف؟